السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم جميعا في أمسية هي الأولى من نوعها في حرمنا الأكاديمي، والتي كانت من باب اجتماع هذه الوجوه الطيبة لتشاركنا هذا المجلس المبارك بذكر الله ولإحياء هذا الشهر الفضيل من خلال أمسيتنا الإيمانية وإفطارنا لأهل العلم وطلابه. أبارك حضوركم الطيب وشكرا لجميع العاملين على هذا اليوم وعلى العمل بنجاحه، آملين أن نكون عند حسن ظنكم بما عملنا وما سنعمل إن شاء الله لاحقا، متمنين لكم أطيب التحيات والتمنيات وبارك الله عليكم في هذا الشهر الفضيل. إن شاء الله أن تكون أمسية طيبة وصحة هنا للجميع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أبناء المحترمين، أنتم نور الحضارة في التعليم وأنتم نور السنين في قمة التعليم. اليوم أنجزتم مهام التعليم وأنجزتم الحب والصبر حتى ننجز معكم كل شيء ضاع معنا في السنين. أيها الطلاب، أحتفظ بكم وأعتز بكم ويحلو اجتماعكم في رونة الجليل. دمتم ظهرا ودام عطاؤكم في هذا اليوم أيها الطلاب المتفوقين. عندنا 8 طلاب، يعني عندنا 4 جولات، كل ثنائي راح يتنافسوا على 5 أسئلة. الطالب اللي بيجيب عدد أجوبة أكثر هو طالب الفائز. المسابقة تتطلب أمران: السرعة والإجابة الصحيحة. الجواب الآلاف لمن؟ الصحابي الملقب بذي النورين. الطالب بارك الله فيكم جميعا. أما المتأهل هذه الأئمة الأربعة غرفة مسخنة. لا ما ظل تفسير الجامع لأحكام القرآن. أنت القائد العثماني الذي فتح القسطنطينية. محمد الدارين. هو مؤلف من كتاب نهاد الطالبين. إمام النووي. إن شاء الله. على القوم الكافرين ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والدعاء والقيام. ربنا تقبل منا رمضان. ربنا تقبل منا رمضان. ربنا تقبل منا رمضان وتقبل منا تلاوة القرآن يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا
اجتمعنا في أمسية رائعة ثقافية تربوية هادفة، كان فيها مسابقات تحتوي على جوائز قيمة. هذا اليوم هو المتوج لأسبوعنا الدعوي التربوي. كانت هناك نشاطات عدة، منها المحاضرات في الصفوف، فعاليات مختلفة في أروقة الأكاديمية الزاخرة العامرة. مية القاسمي عضو في مجلس الطلاب، الحمد لله رب العالمين اللي وفقنا على إقامة هذا الإفطار الجماعي في أكاديمية القاسمي، سابقة الأولى من نوعها، لأول مرة المجلس بيقوم على هيك عمل. بشكر كل القائمين من الطلاب، من المساعدين المتطوعين، الطباخين، وبشكر اللي قاموا على المسابقة.